بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف نتناول الصفحة 94 من كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي، النص السماعي الأول، مجال الهوايات، هواية وائل. أستمع وأفهم، ألاحظ المشهد وأصف ما فيه، أقرأ العنوان وأضيف له كلمة. إذن أولا نلاحظ المشهد ونصف ما فيه. إذن في هذا المشهد ألاحظ طفلا يوجد في ورشة للرسم بيده مقص، هناك قصاصات الأوراق الملونة، أقلام ملونة، لصاق، لوحة للرسم، هناك رسومات معلقة بالجدار، طاولة عليها مجموعة من الأوراق. أقرأ العنوان وأضيف له كلمة، هواية وائل المفضلة. أعبر وأتوسع، أصف لأصدقائي وصديقاتي اللوحة التي أنتجها وائل. إذن وائل فهو حاول أن يحقق فكرة، وهي يعني أن يرسم لوحة من قصاصات الأوراق الملونة. بدأ أولا برسم موجة على هذا اللون الأزرق، ثم قصها وألصقها أسفل اللوحة، ثم بعد ذلك رسم زورقا على الورقة البنية وبها مجداف، قصها وألصقها في أعلى الموجة، ثم بعد ذلك رسم شمسا وأشعتها على ورقة صفراء وقصها وألصقها في أعلى اللوحة، ثم بعد ذلك رسم طيورا على الورقة السوداء فقصها وألصقها أسفل الشمس، وبذلك حصل على لوحة فنية جميلة، زورق في عرض البحر وفوقه الطيور تحلق تحت الشمس المشرقة. أتحدث مع مجموعتي عن هوايتي. هنا كل تلميذ وتلميذة سوف يتحدث عن هوايته المفضلة، الرسم أو الكتابة أو قراءة القصص أو المطالعة، قراءة الكتب، الرياضة، كل واحد سوف يتحدث عن هوايته المفضلة لأصدقائه. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.